أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إمامنا في المسجد يقرأ في صلاتي. يقول أحسن الله إليكم: إمامنا في المسجد يقرأ في صلاتي العشاء والفجر من المصحف، فهل صلاته صحيحة؟ صلاة صحيحة، لكن هذا ما يصلح إمام. اللي ما يحفظ ما يقرأ في الصلاة هذا لا يصلح إماما، لأنه يقتدى به في الكسل، ويقتدى به في عدم الاهتمام بالقرآن، فهذا لا يصلح إماما. نعم.